استاذنك كابتن ياسر، بس خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره والزميله العزيزه روزان نصر عشان اللي حضراتكم كالعاده اجواء ما قبل اللقاء. اتفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن هيثم، وبرحب كمان بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي طبعا، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. موجوده طبعا معاكم من صاله الامير عبد الله الفيصل بالتحديد لنقل اجواء ما قبل لقاء طبعا رجال يد الاهلي امام يعني رجاء غدير المغربي من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه في نصف النهائي. يعني خليني اقول طبعا يا كابتن هيثم، اللقاء النهارده قوي جدا، مش بس الحقيقه احنا اللي شايفين كده، ولكن كمان ديفيد ديفيز يعني المدير الفني للفريق كمان شايف كده، واكد اكتر من مره ان لقاء النهارده يعني امام الفريق المغربي لقاء صعب جدا وقوي جدا، ولكن يعني كمان قال ان هم مستعدين بشكل كبير وجيد جدا. يعني خليني اقول عمليات الاحماء بدات يعني تقريبا منذ نصف ساعه. يعني خليني كمان اقول الفريق يعني هنا في اجواء حماسيه جدا، اغاني الاهلي يعني بتحيط الصاله من كل مكان، واكيد ده بيدي حافز كمان كبير جدا للاعبين. خلاص يعني نادي الزمالك اتأهل بشكل رسمي للمباراة النهائية غدا، وان شاء الله كمان كل التوفيق لنادينا يعني النادي الاهلي النهارده امام غدير المغربي، ويحققوا الفوز لملاقاة طبعا نادي الزمالك غدا. دي كانت كل الاجواء يعني يا كابتن هيثم من الصالة، يعني بشكرك وعودة ليك مرة ثانية. روزان بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا. خلاص يعني هتبقى دقائق وهنروح للمباراة، يمكن فاضل على الساعة 9 13 دقيقة.